ايه الموقف اللي مش ممكن تنساه مع الاستاذ عادل امام؟ مع الزعيم طبعا اقول ولا ايه؟ مفيش لا انا اول حاجه اول شغلي ما بين وبين الاستاذ عادل امام يعني كان مأمون وشركاء، وكان الترشيح من الاستاذ رامي امام، وبرده كنت اياميها بعمل كوميدي قوي وبتاع، فانا كنت ايه رايح على ان هو مثلا مشهد او سيكونس مثلا في الحلقه الاولانيه، لان لما جيت رحت الورق فلقيت ثلاث مشاهد فقريتهم فعملتهم فرس يعني بهدلت الدنيا يعني كوميديا بقى وكل جمله فيها افيه وبتاع. فاستاذ رامي قال لي لا يا ثروت هو الموضوع مش كده خالص، بص خد الورق اقراه وتعالى نتقابل كمان اسبوع. فهات له الورق دي، لقيت رزمه قد كده، فقلت يمكن هو عايزني اقرا المسلسل كله عشان ابقى في المود، اوكي عشان افهم بس الدنيا ماشيه زي ما ارميش افات وخلاص. فروحت البيت بفر في الورق فلقيت راضي عبد التواب المحامي ده كتير يعني. اول حلقه حوالي خمس مشاهد، بعد كده تاني حلقه ست مشاهد، بعد كده لا ده انت موجود طول الوقت، موجود وموجود مع مأمون اللي هو استاذ عادل امام. فطبعا فرحه كبيره جدا ورعب طبعا، لان أكيد. هو حاجه جميله جدا في اي فنان ان هو يشتغل مع استاذ عادل امام يعني، او يبقى في سي في ان هو اشتغل مع استاذ عادل امام. اكيد فذكرت الدور جامد جدا. قلت اخش انا حافظ ما غلطش كلمه خالص واركز في الدور والكلام ده كله. ففي اول لقاء بيني وبين الاستاذ عادل كان المشهد اللي بقول له فيه انا جايب لك بيع للفيلا وبتاع وب 40 مليون جنيه وبقنعه بالموضوع. فكان الاستاذ عادل امام في المشهد ده بيقول جمل وانا بقول اربع جمل وهو يقول جمله. أوكي. سؤال بعد كده اربع جمل سؤال. فدخلت حافظ بعمل بروفا مع الاستاذ عادل، فبقول من غير ورق وبتاع، فاستنى خالص لما البروفا خلصت وراح باصص الاستاذ رامي قال له انت جبته منين دوت؟ ده عفريت. انا من جوايا عفريت ده اللي هو حلو ولا وحش ولا ايه الموضوع، انا مش عارف. فعملنا اول تيك اول زاويه خالص، فلما جينا قعدنا فبيسالني ثروت انت مسرح صح؟ قلت له مسرح استاذ عادل، حضرتك جيت لنا قهوه الساده، بس انت قهوه الساده دي 35 واحد، فلو سلمت عليا مش اكيد مش هتفتكرني. قال لا شفتها. ففوجئت ان هو لا فاكر قهوه الساده وفاكر حاجات لينا، بيشوف حاجات في التلفزيون وعارف اللي قدامه بيمثل طبعًا. منين، وعارف اللي قدامه ممثل كويس ولا وحش. هو لو لقاك شاطر بيحب الشطار زي ما بيقول، بيحب يلعب معاك تمثيل ويلعب كده. فكان من ضمن الادوار اللي كنت مستمتع بيها جدا بالوقوف جنبه يعني. اكيد اي شغل مع استاذ عادل امام يعني حد تاني. Watch it.